صباح الخير. وزي ما نعود بتقول احنا عندنا كلام كتير محليا وقاريا، بس تعالى بعد اذنك نبتدي محليا، وتحديدا اخر لقاء للنادي الاهلي مباراه الامس مع ام بي، والفوز الغالي اللي اتحقق في الرمق الاخير انجاز التعبير من اللقاء. كيف رايت هذه المباراه؟ تفصيله بتاعه ان انت 90 دقيقه انت خسران بنتيجه 1-0، وكالعاده 90 بلس الكلام بيتغير، يعني ثبات هذا المبدا برضو اكيد يعني بشكل ظاهرة الى حد كبير ملفتة للنظر. فشفت الماتش امبارح ازاي؟ بص، بعيد عن النتيجه، اداء النادي الاهلي امبارح متغير، يعني شكل اللعيبه في الملعب، في روح، في قلب، في احساس، حتى واحنا بنتفرج غير المباراه السابقه اللي هي في الدوري اللي هي سلسله التعبير المطلق، ولا مباراه البنك الاهلي تحديدا انت بتتكلم عليها؟ مباراه البنك الاهلي ومباراه المصري اللي هي سلسله التعادلات اللي حصلت الفتره اللي فاتت. مباراه امبارح شكل لعيبه النادي الاهلي في ظل غياب 7 لعيبه، ودول يعني احنا بنتكلم كتيم، وغياب 7 لعيبه دي حاجه كبيره جدا، ثلاثه خط هجوم، حاجه اي مدير فني بتبقى بالنسبه له صعوبات ما بعدها صعوبات. لكن النادي الاهلي اتحط في موقف زي دي كتير، خبرات لعيبه النادي الاهلي اتحطت في حاجات زي كده كتير، وبيجي النادي الاهلي في وقتها وروح زي ما بقول روح لعيبه النادي الاهلي وروح الفنيه الحمراء تظهر في الموقف اللي زي دي. امبارح في اجابات كتيره جدا للمباراه غير المكسب، ظهور بعض اللعيبه حتى الصغيرين زي كوكا، زي زياد لما نزل، ناس بتلعب غير مكانها، قفشه امبارح ظهر بصوره انا شايف من وجهه نظري من احسن لعيبه في المباراه، الميز باص عنده انا شايف مفيش ميز باص خالص، ودي بتبقى لعيب نص الملعب حاجه مهمه جدا طبعا، انه يلعب في مكان زي الديفندر دي، داني ماتش على التوالي برضه تطلب منه حاجه دفاعيا بتقلل هجوميه، لكن هو امبارح كان مادي دور متوازن مهم جدا جدا. كوكا كمان بيلعب في نص الملعب، واصلا في الطبيعي بيلعب باك شمال، لكن قدم مباراه جيده جدا، وانا شايف ان هو خامه مبشره جدا. لو اتكلمنا عن حاجات كتيره بقى، الروح اللي كنت تكون خسران للدقيقه 94 وتقدر تحاول النتيجه، ده برضو شعور احنا حسيناه كتير في اوقات كتيره جدا خلال مباريات كتيره النادي الاهلي معودنا على كده. الحمد لله فيها توفيق اكيد، ده التوفيق ما بيجيش غير للمجتهدين طبعا. في ماتشات كتيره جدا اجتهدنا وما قدرناش نكسب او ما قدرناش نتعادل، ربنا ادانا المكسب في الوقت ده، علامات معينه، ثقه، روح جديده، لانك حافز للي جاي بالظبط هو ده طبعا. فالحمد لله ان النتيجه مهمه جدا للفتره الجايه ان شاء الله.